عسلامة، مرحبا بكم الناس كل في استعراض جديد. اللعبة مميزة وممتعة جدا. هذه اللعبة اخذت شهرة عالمية، تنشرت ما بين كل الشباب في العالم كامل. هذه اللعبة اسمها ليدو، معروفة جدا جدا، لكن للأسف ما كانتش منها فما نسخة متوافقة مع قراءات الشاشة، لكن الحمد لله اليوم توجدت نسخة من ليدو متوافقة مع قراءات الشاشة ومصمة خصيصا للمكفوفين وضعاف البصر، وتشتغل دون أي قارئ شاشة. إذن هذه الابليكاسيون ليدو بإمكاننا اللعب فردا أو نلعب أنا وصديقي من نفس الهاتف، وكذلك تشتغل دون انترنت، وكما قلنا فيها قارئ شاشة خاص بها. إذن ننتلقوا للعبة. هذه هي Blind People Games ليدو، نقوم بالدخول إليها ونقف قارئ. السلام عليكم، أهلا بكم في لعبة ليدو المصغرة للمكفوفين. ضع أصبعك على الشاشة، ستستمع لخيارات لغة اللعب، اختر اللغة التي تناسبك. السلام عليكم، Welcome to the blind mini game Ledo. Put your finger on the screen, you will listen to the game language options. Press on the screen to hear the tutorials. Choose the language that suits you. النصف السفلي سأختار العربية والنصف العلوي للإنجليزية. السلام عليكم، اللغة العربية. السفلي العربية. قم باختيار لاعبا واحدا أو لاعبين اثنين. هنا إما النصف السفلي للاعب واحد ألعب أنا والروبوت، أو النصف العلوي ألعب أنا ورفيقي يكون إلى جنبي. هكذا تكون أجمل اللعبة وفيها تحدي وإثارة. إذا سأضغط على النصف العلوي. لاعبان اثنان. لاعبان اثنان. أرفع أصبعي. بدأ الآن اللعب. إذا طريقة اللعب أخوني الكرام، اللاعب الأول إنه دورك، اضغط على الشاشة لكي تلعب. تمام، إذا نضغط على الشاشة في أي اللاعب الأول إنه دورك، اضغط على الشاشة لكي تلعب. ثم نقوم بتركه لينطلق ويأتي بالأرقام. اللاعب الأول إنه دورك، اضغط على الشاشة لكي تلعب. الذي يأتينا سوف عندما أضغط الآن على الشاشة. اللاعب الأول إنه دورك، اضغط على الشاشة لكي تلعب. نستمع. تلك النقرات هي دوران النرد. سأقوم الآن برفع إصبعي وأستمع الأرقام التي حصلت عليها وأي خانة سأنتقل إليها. ارفع. واحد. اللاعب الأول في المربع رقم واحد. نقطة واحدة. اللاعب الثاني إنه دورك، اضغط على الشاشة لكي تلعب. هنا اللاعب الثاني، يعني أعطي الهاتف إلى زميلي. اللاعب الثاني إنه دورك، اضغط على الشاشة لكي تلعب. واحد. اللاعب الثاني في المربع رقم عشرة. اللاعب الأول إنه دورك، اضغط على الشاشة لكي تلعب. والآن أعود إلي أنا اللاعب الأول. اللاعب الأول إنه دورك. واحد. اللاعب الأول في المربع رقم اثنان. أصبحت في المربع. اللاعب الثاني إنه دورك، اضغط على الشاشة لكي تلعب. لألعب الثاني. اثنان. اللاعب الثاني في المربع رقم ثمانية. اللاعب الأول إنه دورك، اضغط على الشاشة لكي تلعب. اثنان. اللاعب الأول في المربع رقم أربعة. واحد. اللاعب الثاني في المربع رقم دون سبعة. انترنت. اللاعب الأول إنه دورك، اضغط على الشاشة لكي تلعب. أرجو أن تعجبكم وأرجو أن تشاركوا. اللاعب الأول إنه دورك، اضغط على الشاشة. واحد. اللاعب الأول في المربع رقم خمسة.